هذا المشروع. فشكرا جزيلا. عندنا تلبية للاحتياجات المتزايدة في عدد السكان، المشفى بيخدم بمنطقة المخيمات ويخدم شريحة واسعة من الناس. عملنا طبيعة عملنا هو العمليات النسائية، وبالإضافة إلى العمليات التنظيرية، وبالإضافة إلى وجود قسم الأطفال، معاناة الأطفال، وقسم العناية المشددة للأطفال. طبعا هذا القسم جديد، كنا سابقا نحول الأطفال على تركيا بسبب عدم وجود عناية مشددة. حاليا افتتحنا قسم عناية مشددة للأطفال، وإن شاء الله كل الأطفال راح نستقبلهم عندنا وما حد يضطر يروح على تركيا عشان يتعالج. مشفى النسائي والهاند هاند بأطمة هو أكبر مشافي الشمال السوري اللي بخص معالجة الأطفال والنسائية. طبعاً هاند هاند كانت منظمات الرائدة بالبداية بفتح مشفى نسائي وأطفال بالمنطقة، بس القدرة الاستيعابية اللي كانت بالمشفى القديم كتير قليلة، وزيادة عدد السكان الموجودة بالمنطقة بالإضافة للمخيمات زاد الحاجة لزيادة القدرة الاستيعابية لقبول المشفى.